اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها. اللهم إنا نسألك الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على صيام وقيام رمضان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم إن أمتنا أصابها الضراء والبأساء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع كربها، اللهم ارفع كربها، اللهم ارفع كربها. اللهم اكشف بلوى هذه الأمة، اللهم اكشف بلوى هذه الأمة، اللهم اكشف بلوى هذه الأمة. اللهم اصلح أوضاعها بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن إخواننا في سوريا يصيبهم من المحن ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم كن لهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم. اللهم يا حي يا قيوم لا ناصر إلا أنت. اللهم اكشف بلواهم، اللهم اكشف بلواهم يا حي يا قيوم، احفظ مصر، اللهم احفظ مصر من هذه الفتنة العظيمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اكفهم شرارهم، اللهم احفظ رجالهم ونساءهم وأطفالهم. اللهم من عليهم بالفرج، اللهم لا تخزي، اللهم لا تخزي، اللهم لا تخزي هذه الأمة عند أعدائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نشكو ما أصابنا إلا إليك. اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل هذا الشهر شهر مغفرة ورحمة للمسلمين، اللهم اجعله شهر عفو وغفران يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من عليه، اللهم من فيه على خلقك بالشفاء لكل مريض. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض من المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همومنا واكشف كروبنا ونفس كرباتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم احفظه وولي عهدك، اللهم أطل في بقائهما على طاعتك،
اللهم اجعلهما من نصار هذا الدين، اللهم اجعلهما من أنصار هذا الدين، اللهم اجعلهما من أنصار هذا الدين. اللهم احفظ هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر.